بسم الله الرحمن الرحيم. هل استمع للخطيب الحزبي الذي ننصح به اخواننا اهل السنه؟ ننصحهم حفظهم الله ان يتميزوا، وما تنتشر السنه الا بالتميز. اللهم الا ان يكونوا خارجين من شيخ يضغط عليه بلودهم، فلهم ان يخبروا، والله المستعان يستمعوا الى رب الاذهب. واذا لم يوافق دعا الى انتخابات او الى ديمقراطيه، او دعا بارك الله فيكم الى شيء اشتراكيه او غير ذلك، فلا يلزمك ان تمسك لا ولا ان تستمع له. فقل للغيب يجوز للشخص ان ينفرد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لمن أراد أن ينفرد. وأما خطبة الجمعة فيبقى من أجل الصلاة، لكن يجوز له أن يستبدل، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد كان بعض الفرق لا يستمع لخطبة أو لبيان من يسب اهل البيت في خطبته، ويقال لهم انصتوا، يقول ماني هذا الكلام، ماني هذا الكلام، ويرنا ان ننصت. لانها صحيح الايه: اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ما ان ننصت بهذا، والله المستعان.